انه تكون الوركين متبعات. اذا استمر مع مادة ضبطية استخدمها الجلسة في تغيير حاجة اسمها مقدمات للجرائد الالكترونية تكون تطوري او شيء هذا مجرد تنفيذ. طبابة مع سعيد حنتوش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة ألف ألف في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الطبي طبابة. حيكم في هذه الساعة الجديدة وبإذن الله نناقش اليوم موضوع متعلق بصحة المرأة، وراح نخصص أيضا الحديث وجزئية عن سرطان الثدي بما أنه هذا الشهر هو الشهر المتعلق بالتوعية بسرطان الثدي لدى المرأة. راح نتكلم عن هذه الجزئية زي ما ذكرنا بما أنه مهم جدا أنه نوعي الناس حول هذا الموضوع. أيضا راح نتكلم بصفة عامة عن صحة المرأة وأبرز الأمراض والسرطانات والأورام اللي بتكون شائعة عند المرأة وكيف نقدر نتجنبها ونوقي أنفسنا وجميع أخواتنا والسيدات الموجودات في المجتمع بإذن الله من أخطار هذه الأمراض. طيب خلوني أرحب بداية بضيفتنا دكتورة أماني جودة استشاري طب الأسرة بفقيه. حياك الله دكتورة، سعدنا جدا بتواصلك معنا. أهلا بحضرتك. أهلا يا مرحب فيك دكتورة. بداية زي ما ذكرنا دكتورة أنه إحنا حنتحدث عن صحة المرأة بصفة عامة، وراح نخصص عن سرطان الثدي جزئية بما أنه إحنا في شهر خاص بالتوعية بسرطان الثدي. خلينا نتكلم بداية عن سرطان الثدي دكتورة، إيش هو سرطان الثدي ومين اللي المستهدف في هذا السرطان، مين اللي بيجي يعني، وإيش عوامل الخطورة من هذا المرض؟ طيب مبدئيا سرطان الثدي عبارة عن خلايا نشطة جوه الثدي. لو احنا بدأنا وعملنا فحص مبكر بشكل بدري ممكن نكتشف الخلايا دي ولسه في المراحل الأولية وتتشال ويكون الأمر طبيعي جدا ما فيش أي مشكلة، وبعد كده بتخضع المريضة للمتابعة وبيحصلهاش أي مضاعفات بعد كده. وعلشان كده بنأكد كتير على موضوع الفحص المبكر للمريضة، يجب إنها تيجي بعد سن 50 تعمل الفحص عند الطبيب وتعمل أشعة المطلوبة للطبيب هيوصفها لها، لأن ده هيفيدها كتير إنها تكتشف الأمر بشكل مبكر وبعد كده يعلي من نسب الشفاء وما يحصلش أي مشاكل. لكن لو في حالة إن المريضة تشتكي من أي شكوى في الثدي، زي مثلا وجود إفرازات غريبة، وجود ألم في الثدي، وجود كتلة، تغييرات في الجلد، تغير في حجم الثدي أو في شكله، طبعا لازم تلجأ للطبيب بشكل فوري، ما تنتظرش ان يجي وقت المتابعة الدوري بتاعها. لكن اي امرأة فوق سن 50 سنة ليها المفروض متابعة دورية كل سنة، بتمر على الطبيب بتاعها وبتعمل أشعة للطبيب بيطلبها، وبعد تقرير الأشعة بنقرر المفروض تعيد الأشعة دي كل سنة أو كل سنتين تبع الأشياء اللي بتظهر في الأشعة. نعم طيب بالنسبة ممتاز. خلينا نتكلم دكتور عن التشخيص بما أنه يعني إحنا اليوم بنوعي في هذا الشهر عشان سيدات يتجهوا لموضوع التشخيص ويحاولوا في حال وجود هذا السرطان أنه يكتشفوه بشكل مبكر ويتم العلاج. بالنسبة للتشخيص، إيش أبرز إجراءات التشخيص اللي بتتخذوها وكيف بنكتشف في حال وجود لا سمح الله سرطان؟ طيب هو الأول المريضة بتزور العيادات عندنا، احنا الخدمة عندنا في مستشفى فقيه وفي كل عيادات فقيه، بتزور عيادة طب الأسرة وبتبدأ ناخد منها تاريخ مرضي كامل، هل في أعراض والأعراض ظهرت من إمتى، نبدأ كمان نسألها عن شوية أسئلة، هل في رضاعة طبيعية وكانت لمدة قد إيه، هل في أي مشاكل في وزنها في الشهية، هل دورتها منتظمة، بتعمل أي وسائل لمنع الحمل، هل حصل لها أي مشاكل، هل في أي تاريخ مرضي فعلتها لوجود أورام للثدي، وبعد كده بتبدأ تخطع للكشف، الطبيبة بتكشف عليها، وبعد كده بنبدأ نطلب لها الأشعة المناسبة للمشكلة اللي عندها والمناسبة لسنها، وبناخد موعد مراجعة نراجع نتيجة الأشعة مع بعض ونشوف الحاجات اللي طلعت فيها ونبدأ نتفق بعد كده على مواعيد متابعة دورية. ولو في أي مشكلة أو محتاجين نعمل أشعات تانية بنوجه المريضة ليها، أو محتاجين نحول لعيادة الطبيب المختص بالجراحة برضو بنعمل لها موعد ونحولها على طبيب الجراحة العام. نعم دكتورة، من ضمن النصائح والمعلومات اللي قدمت عن سرطان الثدي أنه يمر بعدة مراحل، إيش هي المراحل هذه وإيش بتفرق بالنسبة للسيدة؟
الاول بيبقى في مرحله على مستوى الخلايا بتبقى عباره عن تحور في الخلايا بسيط، وهو ده اللي احنا بنتاكد تماما ان الست لو عملت الماموجرام بشكل مبكر هنبدا نكتشف الخلايا دي من قبل حتى ما تكون كتله، وفي المرحله دي بتبقى اكتشاف جيد جدا والست بتستفيد جدا لانها بتتحول وتبدا تحصل استئصال للخلايا دي، وممكن يحصل احفاظ على الثدي نفسه لما يتمش استئصال الثدي ما دام الموضوع الاورام على مستوى الخلايا فقط، بيبدا نعمل استئصال للخلايا دي وبتتابع مع الدكتور بتاعها وبتكون يعني وقدت المرض في بدايته، شالت الخلايا وانتهينا من القصه. علشان كده زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنتاكد كل مره الفحص المبكر، مش لازم نستنى ان احنا يكون عندنا اعراض، مش لازم اقول ان انا ما عنديش حاجه مشكله في عيلتي او ما عنديش تاريخ مرضي في عيلتي فانا كده في امان، لا، كل الستات لازم تيجي بعد سن 50 سنه وتزور الطبيب المعالج وتخضع للفحص، وبعد كده الدكتور يطلب منها الاشعه وتعرف ميعاد المتابعه بتاعها جاي امتى، بعد سنه او بعد سنتين. دي المرحله الاوليه اللي هي اصلا ممكن السيده ما تكونش جايه تشتكي من اي شكوى، هي اصلا جايه للفحص عاده والطبيب بيفحص وبيطلب لها الماموجرام وبتبدا تظهر في الخلايا البسيطه دي وبتبدا نتعامل معاها. في مراحل اخرى بقى من ظهور كتل واكياس في الثدي، طبعا الاشعه بتحدد الكتل والاكياس دي ايه وضعها وايه علاقتها بالخلايا المحيطه بيها وكده، وبعد كده لو في يعني شك في اي شيء او كده الدكتور بيطلب خزعه، الخزعه دي برضو بتتعمل من غير الم ببنج موضعي وما فيش منها مشكله وبتطلع النتيجه بتاعتها، و80% من نتائج الخزعات بتطلع حميده ما فيش فيها مشكله. وبعد كده بعد الخزعه ما بتطلع بيبقى القرار بعدها هل فعلا في حاجه ولا لا، محتاجين نحول لدكتور الجراحه ولا لا، ولو حولنا لدكتور الجراحه بيكون برضو القرار عنده، هل هنعمل استئصال للكتله فقط ولا استئصال للثدي، وايه الخطه بعد كده بيعملها مع بقيه الاطباء الفريق المعالج من دكتور الاورام لو هيتدخل ودكتور الجراحه وكده. فالامر في بدايته هي الست اول واحده هتكسب فيه، لانها لو اكتشفت المرض وهو لسه على مستوى الخلايا احنا كده يعني قطعنا شوط كبير، وتقريبا يعني كاننا استئصلنا بس القصه دي وانتهت الموضوع خالص. نعم. طيب دكتور بالنسبه للعمر، منهم أكثر الأشخاص اللي بيكونوا معرضين لسرطان الثدي من ناحية عمرية؟ طيب هو طبعا فوق سن 50 دي أكثر فئة معرضة، وبالذات كمان لو في تاريخ مرضي في العيلة، يعني مثلا برضو أحب أنوه أن لو في تاريخ مرضي في العيلة أقارب الدرجة الأولى تبدأ نخصم 10 سنين، يعني لو مثلا حصل تشخيص لورم الثدي في أقارب الدرجة الأولى عند سن 50 سنة المريضة تيجي عند سن 40 سنة قبل سن اكتشاف المرض قارب الدرجه الاولى بعشر سنين، لان ده بيدينا فرصه ان احنا نكتشف المرض في مرحله مبكره ونبدا نعمل تدخل بدري ويبدا يعلي نسب الشفاء وكده. فاول حاجه فوق سن الخمسين سنه المريضات اللي عندهم عوامل خطوره زي التدخين زي زياده الوزن زي وجود اورام في الثدي الثاني ده بيعلي برضه نسبه حدوث ورم في ثدي اخر، عدم ممارسه الرضاعه الطبيعيه، كل الامر دوت بيؤدي ان بيرفع نسبه حدوث المرض. فكل السيدات فوق سن 50 سنه التي لا تشتكي وما فيش عندها اي عوامل خطوره بتتوجه للعيادات تخضع للفحص وبتم توضيح كل شيء ليها، لو كانت محتاجه اشعه لو كانت محتاجه تحويل لاي عياده تانية مختصه كل الامور بتكون ميسره ان شاء الله، ومش كل الم بيطلع ورم ومش كل كتله بتطلع ورم، بالعكس اشياء كتير من دي بتكون حميده، ولكن المتابعه مهمه جدا والخضوع للفحص المبكر مهم جدا قبل ما نشتكي وقبل ما تظهر اعراض وقبل ما يظهر اي مشاكل. نعم. أخيرا دكتور عشان نقفل الجانب الحديث عن سرطان الثدي، ودي كذا ناخذ موضوع الوقاية، كيف نقدر إن شاء الله نوقي سواء أخواتنا أو زوجاتنا أو أمهاتنا أو أي من سيدات في المجتمع، كيف نقدر نوقيهم إن شاء الله من موضوع سرطان الثدي؟ طيب هو أول حاجة طبعا الخطوط العامة للوقاية من أي أمراض اللي هو الاستمرار على ممارسة الرياضة، الحفاظ على الوزن والبعد عن السمنة وزيادة الوزن، التغذية السليمة اللي تكون مليئة بالألياف والفواكه، نبعد عن الدهون وعن النشويات والمواد الحافظة، طبعا التدخين والكحوليات بتزيد نسبة حدوث الأورام، لازم برضو التعرض للعلاجات الهرمونية التعويضية بعد فترة انقطاع الدورة، دي المفروض ان احنا برضو ما نتعرضش ليها وما ناخدهاش الا تحت اشراف الطبيب لانها برضو بتعمل مشاكل. نفحص بشكل دوري بعد سن 50 سنه لازم نبدا الفحص. ممارسه الرضاعه الطبيعيه برضو بتفيد في الوقايه من امراض الثدي. لو حصل اي شكوى او اي حاجه في اي سن لازم المريضه تتجه للطبيب او لطبيب الاسره، هو بيبدا يتعامل مع الشكوى وبيبدا يقول لها ايه المفيد. فلازم خطوط الوقايه العامه من كل الامراض اللي هي الصحه الجيده، الاسلوب الصحي الصحيح، لازم ناكل كويس، لازم نمارس رياضه، لازم نبعد عن التدخين، لازم نبعد عن السمنه، كل الامور دي بتقي الانسان من كل المشاكل الصحيه ومن ضمنها طبعا الاورام الثدي وبعض الامراض الاخرى. نعم
دكتورة بس في سؤال هنا وردني عن طريق واتساب، أحد الأخوات تسأل عن موضوع حبوب منع الحمل، هل من الممكن أن تؤدي لسرطان الثدي؟ لا، هو اللي احنا النقطة اللي قلناها، قلنا العلاجات الهرمونية التعويضية اللي بتتاخد بعد فترة انقطاع الدورة. في فايدات بعد فترة انقطاع الدورة، بتبدأ تلجأ للطبيب المعالج، تاخد هرمونات للحفاظ على، عندها بعض المشاكل اللي بتحصلها بعد انقطاع الدورة، فالدكتور ممكن يوصف لها العلاج التعويضي ده. لو الدكتور وصفه خلاص بتكمل عليه، ما فيش مشكلة، لكن ما تروحش تاخد وصفة أي حد تاني، لأن العلاج دوت بيحتاج متابعة وبيحتاج توجيه من الدكتور وكده. لكن حبوب منع الحمل المركبة اللي بتتاخد في فترة ما قبل انقطاع الدورة، الفترة العادية، لا، ما دام تحت إشراف الطبيب وهو اللي وصفها وقال لك تاخديها إزاي، ما فيش منها أي مشكلة. نعم، ممتاز جدا. نطلع الآن فاصلنا الأول، بس قبل الفاصل بشكل سريع نذكر بأرقام التواصل لطرح أسئلتكم واستفساراتكم. رقم الواتساب 055-66-89-001، ورقم الاتصال المباشر 012-616-1100. خلونا نطلع فاصلنا وإن شاء الله حنرجع نستكمل معاكم ونتكلم عن صحة المرأة وأبرز الأمراض والسرطانات اللي ممكن تجلي للسيدة، وكيف نقدر نوقي أنفسنا منها. فاصل قصير جايين، خلوكم معنا. عودة من جديد معكم مستمعين الكرام في برنامجكم طبابة على إذاعة ألف ألف، ومستمرين معكم في هذه الحلقة مع ضيفتنا الدكتورة أماني جودة، استشاري طب الأسرة بفقيه. دكتورة أماني، أرحب فيك من جديد. أهلا بحضرتك. حياك الله دكتورة. خليني أذكر بأرقام التواصل، رقم الواتساب 055-66-89-001، أيضا رقم الهاتف المباشر 012-616-1100. أي سؤال عندك أو عندك عن صحة المرأة، اطرح أسئلتكم عن طريق واتساب أو رقم الهاتف، إن شاء الله حتكونوا معانا وتطرح أسئلتكم ونجاوب عليها بإذن الله. طيب، خليني دكتورة أنتقل إلى صحة المرأة بصفة عامة. تكلمنا عن سرطان الثدي، وأعتقد أعطينا معلومات رائعة، وممكن الحلقات أيضا الماضية كانت متعلقة بسرطان الثدي، فمعلومات قيمة مهمة جدا. المهم أنه إحنا نطبق هذا التشخيص في حال كان عندك أي شخص ذو قرابة يعني من الدرجة الأولى وعنده سرطان الثدي، فالسيدة الكريمة لابد أنها تبادر بالفحص بشكل دوري عشان احتمالية إصابتها بشكل أكبر. أما الأشخاص اللي بيكونوا ما عندهم أي وراثة أو أحد أقاربهم عنده سرطان الثدي، فممكن يفضل طبعا حسب كلام الأطباء أنه بعد 40 سنة. صحيح دكتورة؟ هو الدراسات لقت ان الفتره بين 40 و50 اختلفت عليها التوصيه. في ناس قالت ان الفتره من 40 ل50 بتستفيد المراه فيها، وفي فتره قالت لا، يعني ده ممكن يعرض المراه بشكل يعني. وبعد الاحصائيات وجدوا ان 8 من كل 10,000 امراه هي اللي بتستفيد من الاحصائيات من الفحص في فتره السن دي. فالموضوع بيرجع لانها برضو تزور العياده، يعني لو هي قلقانه او عندها اي مشاكل بتيجي بناخد منها تاريخ مرضي. لو هي عندها عوامل خطوره عاليه، في مشاكل عندها في جسمها، في مشاكل في العيله مثلا، وجود تاريخ مرضي في العيله، هي مثلا بتشتكي من شكوى، تاريخها المرضي، تاريخ الانجاب عندها، ما مارستش رضاعه طبيعيه، مثلا جات لها الدوره في وقت مبكر، جالها انقطاع الطمس في وقت متاخر، حصل ان اول طفل اتولد بعد سن 30 سنه، كل ده بيعلي عوامل الخطوره. فممكن هي تكون في سن 40 ل50 تحتاج برضه تعمل اشعه. فهي لو حاسه ان في مشكله او حتى حاجه، تيجي بس للدكتور ويعمل لها تقييم المناسب وياخد منها التاريخ المرضي ويقول لها لو هي فعلا هتستفيد من اشعه في السن ده، ممكن ان هي تعمل. طيب دكتورة، في بعض المفاهيم الخاطئة عن سرطان الثدي ممكن أنتم كأطباء بتمر عليكم، فلو يعني تعطينا شوية مفاهيم خاطئة الناس بيعتقدوها لكنها غير صحيحة. أول حاجة، ممكن السيدة تعتقد أن وجود ألم في الثدي ده يعني وجود سرطان، وده اعتقاد خاطئ تماما. بالعكس، الألم في الثدي ممكن الألم تحصل في الثدي بشكل طبيعي أصلا. يعني الألم، وجود ألم في الثدي ده بيحصل في مراحل كتير مع المرأة، في مرحلة البلوغ ومرحلة ما قبل الدورة وأثناء الدورة ومرحلة ما قبل انقطاع الطمس، حتى في وقت الحمل بيبقى فيه ألم في الثدي
الأوقات بس اللي ممكن يبقى فيها مشاكل في الثدي وتسبب ألم، وجود التهابات، وجود أكياس في الثدي، يعني مش وجود ألم في الثدي يعني وجود سرطان. بالعكس، في أسباب كتير منها أسباب فسيولوجية وتغيرات طبيعية مع الهرمونات ممكن تسبب ألم في الثدي. دي أول اعتقاد خاطئ بيعتقد الثدي. نفس القصة برضو وجود كتلة في الثدي، لا يعني وجود كتلة في الثدي إنه بيساوي وجود سرطان في الثدي. بالعكس، في أوقات كتير بيحصل إن الكتلة دي بتكون كيس أو بتكون كتلة حميدة بتتغير مع الهرمونات، بتكبر أو بتصغر، وده برضو بيتم فحصه وبيتم اكتشافه بعد الخضوع للأشعة المطلوبة، سواء كانت أشعة تلفزيونية أو أشعة ماموجرام، وبيتم تشخيص الأمر دوت وبتكون عادي. يعني لا وجود كتلة بيعني سرطان، ولا وجود ألم بيعني سرطان. تمام. كمان سرطان الثدي مرض غير معدي، ده لازم تكون كل الناس عارفة الأمر ده، إن ما فيش حاجة اسمها عدوى. ولكن مش عدم وجود أي تاريخ مرض في عيلتي ده بيحميني، لا، لازم برضو أخضع للفحص وأخضع للكشف، علشان لو في أي حاجة شيء مبكر أقدر أكتشفه وأستفيد منه. برضو نفس قصة السيدات بيخافوا من تكرار الماموجرام وبيعتقدوا أنه ممكن يؤدي لانتشار الورم أو يعمل مشكلة. اعتقاد غير صحيح تماما. بالعكس، الماموجرام بيكتشف المرض بشكل مبكر جدا، يمكن قبل ما تظهر الكتلة، وبيعلي جدا نسب الشفاء وبيزود فرص السيدات في انها تعمل جراحات مبكرة تشيل فيها الاورام او الخلايا الغير طبيعية وتستفيد هي بالجزء الافضل. يعني فكل دي اعتقادات خاطئة احنا طبعا بنقابلها في العيادة. السيدات خايفة تعمل حاجات، خايفة تبدأ تعمل فرصات لانها بتسمع حاجات او كده. لا، ده طبعا شيء خاطئ تماما، مفيش كده، كل الامر طبيعي. بتتوجه للعياده والدكتور بياخد في الاعتبار كل مخاوفها وكل قلقها وبيجاوبها عن كل الامور بشكل طبيعي، سواء بعد الفحص او بعد تقرير الاشعه اللي هتعمله ان شاء الله. نعم. طيب دكتوره، من خلال بحث سريع وجدت انه يعني 4 انواع سرطانات شائعه عند السيدات. اولا سرطان الثدي، ثم سرطان عنق الرحم، وبعد كده سرطان المبيض، وبعد كده سرطان المهبل. يعني خلينا ممكن نتكلم عن هذه الأنواع الأخرى، سرطان العنق، الرحم، والمبيض، والمهبل. إيش أبرز النصائح اللي ممكن نأخذها في هذا الجوانب، وإيش أسبابها، وكيف نقدر نوقي أنفسنا منها؟ هو الجزء الوقائي في سرطان عنق الرحم عالي جدا، لأن أثبت أن التطعيم ضد سرطان عنق الرحم هو التطعيم الوحيد على مستوى العالم اللي بيقي من سرطان. مش هتلاقي أي سرطان له أي تطعيم ممكن يعمله وقاية. التطعيم الوحيد على مستوى العالم اللي ممكن يقي من أي سرطان هو التطعيم ضد سرطان عنق الرحم، أو ضد الفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم، اللي هو اسمه العلمي هيومان بابيلوما فيروس. المفروض ان احنا برضو من الحاجات الوقائيه اللي احنا بننصح بيها السيدات اللي بيزوروا العياده عندنا، ان لازم على مستوى البنات الصغيرين في تطعيم، وعلى مستوى السيدات الكبار في عمل مسحة عنق الرحم كل فتره بشكل دوري، وده برضو بيعمل اكتشاف مبكر لاي خلايا غريبه بتبدا، نحول لدكتور النساء بيبدا يعمل تدخل مبكر وبيحميها من مشاكل والاورام. فالجزء الاول اللي هو الجزء بقى الوقائي من أورام عنق الرحم أو سرطانات عنق الرحم، اللي هو الجزء بتاع التطعيم للبنات، المفروض إن هو بيبدأ من سن 11 أو 12 سنة لغاية سن 26 سنة. ممكن بنت تاخد التطعيم في أي وقت من الأوقات دي. تمام. ممكن لو بدأت من سن 9 سنين لسن 15 سنة بتاخد جرعتين، الفرق بينهم وبين بعض من 6 ل 12 شهر. ولو بدأت بعد سن 15 سنة بتاخد 3 جرعات، الفرق بين الأولى والثانية شهر، والفرق بين الثانية والثالثة 5 شهور. ممتاز. طيب. تمام. والتطعيم متوفر وموجود. يا سلام، جميل جدا. طيب دكتورة، بعيدا عن السرطانات الله يكفينا شرها إن شاء الله، إيش أبرز الأمراض اللي ممكن بتعاني منها المرأة وتكون شائعة عند السيدات، وخاصة في مجتمعاتنا؟ وعلى حد سواء السيدات والرجال بيعانوا من موضوع أمراض الضغط والسكر والكوليسترول. يعني شائع جدا، وطبعا بيبقى أسبابه كتير واضحة، من سبب التغذية مش كويسة، عدم ممارسة الرياضة، زيادة الوزن. حتى بدأنا نكتشف دلوقتي الأمراض دي في سن أصغر من كده، في الثلاثينات، في سن الثلاثين بدأنا نكتشف في ناس عندها كوليسترول عالي. التدخين برضو من العادات الصحية السيئة جدا للناس بتمارسها، وده طبعا بيزود ريسك على القلب وعلى بقية أعضاء الجسم وبيؤدي لمشاكل كتير. طبعا احنا بنحاول ننصح الناس كلها بنزول الوزن وممارسة الرياضة وتظبيط الأكل، لأن ده بيعتبر وقاية من كل الأمراض. حتى الأورام بتندرج تحت نفس الموضوع، الأورام والأمراض القلب وأمراض السكر
كل ده لو الانسان بقى فيه مرضى بس مجرد ان وزنهم بينزل سواء كان على اتباع حمية غذائية او بعد ما بيعمل عملية التكميم بيبدأ يخف من كل الامراض دي وبيجي لنا تاني وبيعيد التحاليل تاني ونلاقي كل حاجة رجعت تمام زي الاول اكنه سليم تمام. ليه؟ لانه بيفقد مثلا 20-30 كيلو من وزنه وبعد كده بيرجع زي الانسان الطبيعي بالوزن المثالي ويرجع يوقف كل العلاجات دي تاني ويخضع للمتابعة كل 6 شهور ونلاقي ما شاء الله كل تحاليله مظبوطة زي الانسان الطبيعي. صحيح. بس بمجرد فقدان الوزن. جميل. يعني كمان دكتورة من ضمن الأشياء المهمة وهي السمنة ممكن هذه منتشرة عندنا في مجتمعنا والسيدات والرجال زي ما ذكرت دكتورة على حد سواء بيعانوا تقريبا من نفس الأمراض بحكم طريقة المعيشة اللي بنعيشها هي تقريبا نفسها بالنسبة للرجال والنساء. بس خلينا نتكلم عن السمنة، أضرار السمنة والمشاكل اللي بتسببها، إيش أبرز الأمراض اللي بتسببها السمنة وإيش الإجراءات اللي ممكن نتخذها عشان نحد من موضوع السمنة؟ طبعا أبرز الأمراض اللي بتسببها ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة السكر، ارتفاع الكوليسترول، أمراض المفاصل وألم أسفل الظهر دي كلها بترجع للسمنة. طبعا عدم ممارسة الرياضة لسنين طويلة، الأكل بطريقة خاطئة، الاعتماد على الفاست فود والأكل اللي من برا البيت ده طبعا بيؤدي لسمنة وبالذات في الأطفال حتى في سنة 15 و16 والكلام ده بيجي أطفال سنهم وزنهم زايد جدا بالنسبة لسنهم. القعدة برضو على التليفونات والتابلت والحاجات دي دايما الناس برضو الأطفال ما بقتش تلعب ولا تمارس رياضة، بنشجع الأطفال إنها تروح سباحة وتمارس رياضة، بنشجع الناس حتى على المشي في ما شاء الله هنا أماكن كتير مخصصة للمشي، بنقول للناس امشوا كل يوم ساعة بمنتهى البساطة، يعني لو فيش وقت تروح جيم أو تشترك في نادي رياضي مجرد إنك تمشي، حافظ على الأكل وجبة العشاء تأخير الغداء لغاية آخر اليوم، نقول للناس حاول تاكل الغداء في نص اليوم وخلي وجبة العشاء حاجة خفيفة، شرب المية لأن أنا كتير جدا مش بتركز في شرب المية بيقللوا جدا من شرب المية وده بيعمل مشاكل برضو. كل الحاجات دي بتأدي بتساعد على نزول الوزن، لو شرب مية، لو مارس رياضة، لو قلل من وجبة العشاء، لو ما أخرش وجبة الغداء، انتظام النوم، عدم السهر طول الليل، كل الحاجات دي بتأدي لنزول الوزن وطبعا وقاية من كل الأمراض اللي قلنا عليها دي. نعم ممتاز جدا. خلوني قبل ما أطلع الفاصل أذكر من جديد بأرقام التواصل، طرح أسئلتكم واستفساراتكم عن أي شيء متعلق بصحة المرأة، اطرح سؤالك إن شاء الله الدكتورة ما هتقصر معاكم وجاوبكم بإجابة شافية بإذن الله. أرقام التواصل رقم الواتساب 055-66-89-001، أيضا رقم الاتصال المباشر 012-616-1100. طيب قبل ما نطلع الفاصل، الأجواء الآن يعني بدأت نسبيا تتحسن، ما بنقول يعني 100% لكن نسبيا بدأت تتحسن وتتجه للأفضل مع تواجد فصل الخريف الآن فصل الشتاء بعده، حتكون الأجواء جدا رائعة، ففرصة جميلة أنه أنت تخصص وقت من يومك للمشي، ويعني حتى المشي سبحان الله بيغير نفسية الإنسان وبيعطي جو رائع جدا، أحسن ما تكون روتينك من عملك إلى بيتك عملك إلى بيتك حتحس نوعا ما بالملل، لكن لو تخصص ساعة واحدة فقط المشي حتحس بالتغيير، وخاصة لو رحت الممشى المخصص للمشي يعني في الحكومة ما قصرت يعني سوت مجموعة أماكن للمشي وفي منها كمان مخصصة الدراجة، فاستفيد من هذه الأشياء، حاول تمشي، صحتك أكيد غالية وفي نفس الوقت حتغير من نفسيتك وتأخذ صحة جسدية وصحة أيضا نفسية. خلونا نطلع الآن نفاصلنا ونرجع نستكمل معاكم بقية برنامجكم طبابة على إذاعتكم إذاعة ألف ألف الإذاعة السعودية الأولى. أهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم جديد في برنامجكم طبابة ومواصلين معكم حديثنا عن صحة المرأة في هذه الحلقة. اسمحوا لي أرحب من جديد بضيفتنا الدكتورة أماني جودة استشاري طب الأسرة بمستشفى الدكتور سليمان فقيه. دكتورة حياك الله من جديد. الله يكرمك، ربنا يكرمك. دكتورة الآن خليني أتكلم عن جزئية مهمة وهي نقص الفيتامينات عند السيدات. خلينا نتكلم عن هذا الجانب بحكم أنه جانب مهم وأنه أحيانا بيسبب بعض
المشاكل في جسد الإنسان وبالتحديد في عند الأنثى. فإيش أهم الفيتامينات اللي تحتاجها الأنثى واللي مفترض أنه تركز عليه بحيث أنه تحصل على صحة جسدية رائعة؟ طيب باعتبار ان السيدات بيجي لها بشكل شهري موضوع الدورة الشهرية، فلو في اي اضطراب في الدورة الشهرية، نزول غزير للدورة الشهرية او اي مشاكل فيها، ساعات المرأة بتتعرض لنقص في الحديد في الدم، وده طبعا بيجيب لها مشاكل كتير، عاد تيجي تشتكي بدوخة، بكتمة، بشحوب، إلا في المجهود، حاجات زي كده. فطبعا بنبدأ ناخد منها تاريخ مرضي ونسأل من ضمن التاريخ المرضي عن موضوع الدورة الشهرية. طبعا أغلب السيدات بتعاني من موضوع نقص الحديد في الدم، وبتبقى أمر بسيط وعلاجه سهل، بيبقى عبارة عن حبوب بتتخذ يوميا، أو لو في فقر دم شديد أو نقص في الحديد شديد بتاخد الإبر اللي هي كل أسبوع أو حسب نتيجة نسبة مخزون الحديد والهيموجلوبين عندها. دي من أهم الحاجات اللي بتكون عند السيدات والبنات، موضوع نقص الحديد. كذلك نقص فيتامين د بسبب عدم التعرض للشمس، برضو بتعاني سيدات كتير من موضوع نقص فيتامين د برضو، وبتشتكي من ألم في المفاصل وألم في العظام وتساقط في الشعر. نتوجه عندنا العيادة، بنعمل لها تحليل لفيتامين دي والكالسيوم، نديها الجرعة المطلوبة، وبنقول لها حتى المفروض بعد كده بتاخد جرعة مثبت للفيتامين بعد ما بيحصل تحسين لنسبة النقص اللي في الفيتامين، وبالذات في السيدات بعد فترة انقطاع الطمث، لأن بيبدأ يحصل ضعف في العظام ووهن وبتدخل في مرحلة الهشاشة، نبدأ نركز على جرعات فيتامين د والكالسيوم عشان ما يحصلش إن احنا ندخل في مرحلة الهشاشة في العظام والكسور والمواضيع دي. دي أكتر الفيتامينات اللي بتكون نقص عند السيدات. برضه في بعض الأحيان بيحصل نقص في فيتامين بي 12، بيجيب برضه ممكن يحصل زي تنمل في الأطراف، يحصل وهن، ألم في العضلات. برضو بنوصف فيتامين بي 12 كحبوب بتتاخد، وبالذات مع مرضى السكر، لان في ادويه في السكر بتمنع امتصاص فيتامين بي 12، او هو المرض نفسه وطبيعته بتعمل التهاب في الاعصاب الطرفيه، فبنبدا نوصف فيتامين بي 12 كعلاج وقائي للامر ده. فيمكن دي اشهر الفيتامينات اللي بتحصل لها، وكمان تهم السيدات شويه لانها ممكن تاثر على، تعمل تساقط في الشعر، تعمل مشاكل في الشعر. فبتلجأ السيدات تسأل كتير عن الأمور دي، وبنعمل فحص الفيتامينات، ولو في حاجة ناقصة بنكتب لها الفيتامين أو المكمل التعويضي ونقول لها تمشي عليه مدة قد إيه. نعم. طيب أيضا السيدات الحوامل دكتورة، إيش يعني أبرز المشاكل اللي ممكن تحدث وكيف نقدر نتجنبها بالنسبة لسيدات الحوامل؟ نفس الموضوع، دايما بيبقى الست الحامل طبعا عندها نزول في نسبة الهيموجلوبين بسبب طبيعة الحمل وكده، ده اكيد بعد الشهر الثالث طبعا بتبدأ تاخد حبوب الحديد، الكالسيوم وفيتامين دي اساسيين مع الحمل، وفي الحبوب اللي هي فيها اكتر من فيتامين برضو بتبقى كويسة، لان هي اصلا بتبقى جواها بيبي بيتكون من نفس مكونات جسمها هي، بياخد من الكالسيوم اللي عندها وبياخد من الحديد اللي عندها، فلازم هي دايما. وبرضو الافضل يعني اللي دايما شائع ان الست بتاخد العلاج دايما في فترة الحمل، واول ما يحصل ولادة تبدأ توقف كل الفيتامين. غلط طبعا، لأنها فترة الرضاعة نفس قصة الحمل، الرضاعة برضو بتاخد من الفيتامين اللي في جسمها وبتاخد من الكالسيوم، فلازم وقت فترة الرضاعة كلها تاخد الست ترجع تستمر على الفيتامين تاني والحديد تاني، لأن نفس اللي بيحصل وقت الحمل بيحصل وقت الرضاعة، فلازم تكمل على نفس الفيتامين. طيب خليني أذكر من جديد بأرقام التواصل لكل الأشخاص اللي حابين يطرحوا أسئلتهم واستفساراتهم على الدكتورة، تقدروا عن طريق واتساب 055-66-89-001. أيضا رقم الهاتف 012-61-61-100. طيب دكتورة، الآن أبغى أتحدث عن الكشف اللي بيبين نقص الفيتامينات عند جسم الإنسان. أول حاجة دكتورة، كيف يتم هذا التشخيص أو هذا الفحص، وإيش الفيتامينات اللي ممكن نتعرف عليها من خلال هذا الفحص؟ الأول المريض بيجي العيادة بيشتكي من أعراض، يعني بيشتكي مثلا من دوخة، خمول، ألم في العضلات، في المفاصل، ممكن تساقط في الشعر، ممكن يحصل تنمل في الإيدين أو في الرجلين. فبيتم نسأله عن بتاخد علاج بشكل منتظم لأي حاجة، في أمراض مزمنة زي السكر، الكوليسترول، ارتفاع الضغط، وبعدين بنعمله فحص شامل للصدر وللبطن وللقلب، وبعدين بنبدأ بقى نطلب التحاليل المطلوبة، صورة دم كاملة، تحليل فيتامين بي 12، تحليل فيتامين د، تحليل الكالسيوم، ونبدأ بعد كده نشوف نتائج التحاليل اللي بتظهر، ونحسب بالنسبة الجرعة، بالنسبة لنسبة النقص اللي عنده ووزنه.
كم مثلا ميلي جرام أو كم وحدة دولية في اليوم أو في الأسبوع من كل الفيتامينات أو العناصر الناقصة لمدة قد إيه، وبعد كده بيجي لنا المريض المتابع بعد شهرين أو ثلاثة يعيد التحاليل تاني ونشوف هل حصل تحسن في نسبة النقص اللي عنده ولا لأ. لو محتاج يكمل علاج تمام، في أدوية بيحتاج زي ما قلنا ياخد منها يعني جرعات كمثبت للفيتامينات، وفي أدوية خلاص ما دام اتحسن عنده النسبة خلاص ما بنقررلوش الفيتامين تاني أو شيء تاني. وبرضو السيدات اللي تكون عندها اضطرابات في الدورة الشهرية بننصحها أنها تراجع دكتورة النساء، لأن مهما خدت من أقراص حديد أو من علاج حديد وهي لسه عندها نفس المشكلة مش هيحصل تحسن من نسبة الحديد، لازم تراجع دكتورتها وتعالج السبب في الأصل. السبب الأصلي وجود اضطرابات في الدورة أو وجود دورة غزيرة أو استعمال وسائل منع الحمل زي اللولب، ده برضو يؤدي للدورة غزيرة. لازم تحل المشاكل دي كلها عشان تلاقي فايدة من علاج الحديد اللي احنا بنوصفه. نعم، هنا في مشاركة رائعة يعني مضمونها أنه الأخت الكريمة بتقول أنه أنا كنت فترة طويلة باكل أكل يعني من السوق فأثر علي جسديا من ناحية أنه أنا بكون يعني بيكون عندها خمول وكسل، فبتقول لما حسنت أكلي وصرت أكل بشكل منتظم وشكل صحي من البيت تغير يعني نشاط جسمي وأصبح أفضل بكثير. هذا بصراحة موضوع رائع جدا أنه نتكلم عنه دكتورة، موضوع الأكل الصحي وأنه نتجنب كل الأكلات اللي من السوق أو الأكلات اللي بتكون جاهزة معلبة في سوبر ماركت. يعني فائدة الأكل الصحي دكتورة، وإيش كمان أضرار الأكل السوق؟ طيب، هو مبدئيا الأكل الصحي أركانه الأساسية الخضروات والفواكه والبروتينات والحبوب الكاملة، وبنقلل جدا من النشويات ومن السكريات ومن المواد الحافظة. طيب الفيتامينز اصلا موجوده بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات، فهي ممكن لما كانت بتاكل الاكل اللي من بره كان طبعا يفتقر للخضروات وللفواكه، اغلبه طبعا مثلا خبز وحاجات فيها دهون ومقليات، وطبعا ما كانتش بتاخد الكميه الكافيه من الخضروات والفواكه. لما بدات تتجه للاتجاه الصحي بدات تاخد خضار وفواكه كتير، في نسبه فيتامينز عاليه، حسنت من النشاط، حسنت من نقص الفيتامينات اللي كان عندها بسبب عدم اكلها للامور دي. فطبعا لازم نركز في الاكل على الخضار والفواكه. الميه بتتنسي جدا، بنقول في عيادتنا اشربوا ميه كتير حوالي من 2 ل 3 لتر تبع الوزن، لازم كل واحد يشرب ميه. ممكن الوجود داخل المكان مكيف والانسان ما بيعرقش ينسى يشرب ميه، يعدي اليوم كله مثلا يشرب نص لتر، بعد فتره طويله يبدا يحصل تاثير للكلى، يبدا يحصل الانسان دايما حاسس انه دايخ وتعبان وكده، لازم يشرب ميه كويس. لازم زي ما قلنا يكتر من الخضار والفواكه. الحبوب الكامله ممتازه جدا لانها بتحسس بالشبع وبتعالج الامساك، ومرضى السكر ومرضى الكوليسترول بيستفيدوا منها كتير، ومرضى الدايت برضو اللي عايزين يعملوا حميه غذائيه ونزلوا وزنهم يتجهوا للحبوب الكامله زي الشوفان زي التوست البني والخبز البني، كل الكلام ده بيستفيدوا منه. كذلك برضو الفواكه، منتجات الالبان، مزرعه الدسم طبعا، اللبن الزبادي او الحليب والحاجات دي بيستفيدوا برضو منها المرضى كتير، وبيبدا ينزل الوزن بشكل طبيعي، بالذات لو تنظيم الاكل ومعه شويه رياضه او مشي يبدا ينزل الوزن بشكل طبيعي مثلا كيلو او اتنين شهريا، بس يبقى نزول ثابت. يعني ينزل، لو نزل الرقم دوت هو مستمر على نفس طريقه الاكل وكده بيبقى النزول ثابت، وبيبقى المريض دايما وزنه يبدا ينزل وصحته كويسه، ما يبداش يحصل له مشاكل من نقص الفيتامينات او الكلام ده. فدايما دايما بنعمل كل مرة في كل زيارة نقول نفس الكلام، الغذاء الصحي، شرب المية، المشي كل يوم، هي دي مفاتيح الصحة. يعني لو حد بس استمر على الأمور دي إن شاء الله لو هو سليم يحافظ على صحته، وإن شاء الله لو في أي مرض يعني ربنا يشفيه ويعافيه ممكن المرض ينتهي بإذن الله لو ضبط الأمور بتاعة الأكل والمشي وشرب المية دي إن شاء الله. نعم، هي فعلا دكتورة خلينا نقول مثلث لابد أنه إحنا نراعيه، وبالتالي حيثمر من ناحية صحتنا. المثلث هذا عبارة عن نوم كويس، أكل كويس، وأيضا نشاط ورياضة. حتجد أنه فعلا لو طبقت ثلاثة أشياء هذه حتجد أنه فعلا في تغير لجسمك وبيؤدي بشكل أفضل، وحتتخلص من الخمول والكسل والأمور هذه. طيب خلوني أطلع فاصلنا الأخير، وبعد كذا حنرجع إن شاء الله في الجزئية الأخيرة من برنامجنا نقدم لكم نصائح لكل ما يتعلق بصحة المرأة. فاصل قصير وراجعين، خلوكم معنا. عودة من جديد معكم مستمعينا الكرام في الجزئية الأخيرة من برنامج طبابة على إذاعتكم إذاعة ألف ألف الإذاعة السعودية الأولى.
حلقتنا طبعا اليوم عن صحة المرأة، وممكن بداية هذه الحلقة تحدثنا عن سرطان الثدي وأهمية الفحص والمبادرة. وأنا كمان أذكر من جديد في هذه الحلقة بالمبادرة وسرعة اتخاذ الفحص، بحكم أنه إن شاء الله يقيك كسيدة طبعا رقم واحد، وأيضا رجال، بس الرجال طبعا نسبتهم قليلة جدا، لكن في حال أنه في نسبة قرابة أو في يعني تشعر بأعراض متعلقة بهذا السرطان، فبادر بالفحص، لأنه العلاج بشكل مبكر، هذا الحديث طبعا للسيدة وللرجل، المبادرة بالفحص بشكل مبكر حيقيك إن شاء الله من المراحل المتقدمة من هذا المرض، وبالتالي العلاج يكون بطريقة أسهل بكثير من أنه يصل إلى مراحل الأخيرة اللي تكون صعبة، وأحيانا للأسف يؤدي إلى الوفاة في عدم الاهتمام بهذا السرطان وعدم الاهتمام بالأعراض الظاهرة من قبله. طيب، الشيء الآخر تحدثنا عنه فيما يتعلق بصحة المرأة، خلاصتها هي في ثلاثة أشياء: الأكل الجيد، النوم الجيد، وأيضا الرياضة الجيدة. إذا طبقنا هذه الثلاثة أشياء بإذن الله أنه الأمور ستصبح بشكل جيد عند السيدة وحتى عند الرجل. لكن بما أنه حلقتنا اليوم عن السيدة، فهذه الثلاثة أشياء ركزوا عليها. وأيضا في بعض الأوقات المتعلقة بالسيدة تحتاج اهتمام أكبر، تحتاج عناية، تحتاج أنه تأخذ استشارة الطبيب، مثل أوقات السيدة عندما تكون حامل، هذا الوقت تحتاج أيضا تأخذ استشارة، تشوف هل في مثلا سكر الحمل، هل في مثلا أشياء ممكن تظهر أثناء الحمل. فاستشارة الطبيب تعطيك يعني نصيحة ذهبية تقيك إن شاء الله من أي مشاكل من الممكن أن تحدث في المستقبل. طيب دكتورة، أرجع من جديد معك، وفي هذه الدقائق الأخيرة بودي أنه إحنا نتكلم بصفة عامة عن صحة المرأة، أبرز النصائح اللي ممكن نقدمها عشان المرأة تعيش بصحة جسدية ونفسية رائعة. أول حاجة قلنا يعني لازم المرأة تتجه للطب الوقائي، يعني ما تنتظرش لما تظهر أعراض، ولو هي هتقدر تستفيد من أي تطعيم تاخده يقيها من أي أمراض، أي سلوك صحي تقدر تتبعه يقيها من أي أمراض. فعشان برضو نلخص في الآخر كده، يبقى كل سيدة فوق سن 50 سنة لا تشتكي من أعراض للثدي، فتوجه لعيادة طب الأسرة لفحص الثدي وعمل الأشعة المطلوبة. ثانيا قلنا اتكلمنا عن مسحة عنق الرحم، بس ما قلناش السن. السيدة بعد الزواج بثلاث سنين تبدأ تعمل أول مسحة لعنق الرحم، وبعدين تكررها كل 3 سنوات. المسحة بتتعمل برضو في مستشفيات وقيفة، هي ده طب الأسرة، سهلة جدا وما فيش منها أي مشكلة، وتكرر كل 3 سنين، وبرضو بتعمل كشف مبكر للأورام ونتائجها كويسة. زي ما قلنا النصائح العامة: التغذية السليمة، ممارسة النشاط، محاربة السمنة وتنزيل الوزن، كل الأمور دي. وطبعا في الشهر دوت، بما أنه شهر التوعية عن الثدي، أي مريضة محتاجة تعمل أي تصوير للثدي أو أي حاجة، الكشف مكاني والأشعة بنص الثمن في كل مستشفيات وعيادات فقيه. برضو البنات لازم برضو يبقى في توعية بموضوع التطعيم ضد سرطان العنق الرحم. أي بنت تحت سن 26 سنة، من سن 9 ل 26 سنة، برضو تيجي وتاخد التطعيمات بتاعتها، ان كل دي بتزيد وقايه من امراض. لازم احنا نستفيد من الهدف الطب الوقائي، ان انا ما بنتظرش ان يظهر المرض وابدا اعالج، لا، انا ببدا ان انا اشوف ايه الاسباب المسببه للمرض، وان انا امنعها من الاول، فما اعرضش المريض انه تحصل له المشكله. نعم، ادي اهم الخطوط العريضه بالذات لصحه السيده: مسحه عنق الرحم كل 3 سنين، اشعه الثدي بعد سن 50 سنه كل 2 سنين، البنات التطعيم بتاع سرطان عنق الرحم من سن 9 سنين لسن 26 سنه بيجوا ياخدوه عندنا في المستشفى. تمام، غير بقى لو في اي شكوى او اي حاجه تخص مثلا نقص الفيتامينات، تخص ارتفاع السكر، الكوليسترول، الضغط، اي مشاكل تانية، برضو بتتوجه للعياده، بيتم اخذ تاريخ مرضي مفصل وفحص، ونطلب الاشعات والتحاليل المطلوبه. يعني بس بنقول ان اي حد بيشتكي من اي حاجه يتوجه للعياده، واي حد ما عندوش شكوى لازم يشوف ايه الاعمار اللي ممكن يتوجه فيها للعيادات، عشان يستفيد انه في السن ده او في المرحله العمريه دي ممكن يكون منتشر مرض معين، او هو عرضه انه يصاب بمرض معين، يتجه للعياده يعمل كل التحاليل اللي ممكن تكتشف المرض بشكل مبكر، وتديله العلاج في الوقت المضبوط، او تديله الوقايه لو في تطعيم او في اي نصائح او كده يقدر ياخدها. جميل جدا دكتورة. هنا في سؤال رائع جدا، ونختم بهذا السؤال معك دكتورة. بتسأل الأخت الكريمة، بتقول هل من الممكن أنه سرطان الثدي يرجع من جديد بعد علاجه؟
هو ممكن يحصل في نسب بيحصل فيها زي ما قلنا ان من الفئات المعرضه ان يحصل ليها اورام للثدي تاني ان واحده يكون جالها ورم في الثدي في ثدي في ناحيه فممكن يحصل ايه ورم في الثدي في الناحيه الثانيه دي من الفئات المعرضه. ولكن اي واحده تعرضت لورم الثدي وسواء خضعت لجراحه او ما خضعتش خضعت علاج كيماوي او اشعاع او لا ليها دايما موعد متابعه مع عياده الاورام. الدكتور دايما بيديها موعد متابعه كل 3 شهور كل 6 شهور كل سنه على حسب الخطه العلاجيه بتاعتها. بتتوجه للدكتور بيسالها عن بعض الاعراض بيعمل لها اشعاعات بشكل دوري عشان يتاكد ان الورم ما رجعش تاني ولو في اي بدايه لاي ورم هو بيبدا يتصرف معاه بسرعه من الاول بشكل مبدئي. فهي لو لا قدر الله حصل لها اي مشاكل من الحاجات دي بتتوجه لعياده الاورام ولازم تعرف من دكتورها قبل ما تسيب العياده ارجع تاني امتى بعد 6 شهور بعد 3 شهور بعد سنه. ولو حصل ايه اجي مثلا الدكتور بيوصف لها شويه حاجات او بيقول لها على شويه معلومات لو حصل منهم مشكله بتيجي. فلو هي تخضع للمتابعه الدوريه مع دكتورها ما تقلقش لو لا قدر الله حصل حاجه الدكتور بيكتشفها بدري وبيعمل التدخل المناسب فيها. ممتاز جدا اشكرك جزيل الشكر دكتوره اماني جوده استشاري طب الاسره. شكرا لك دكتوره. يعطيك العافيه دكتور اماني. اذا كانت معنا دكتور اماني جوده استشاري طب الاسره بمستشفى الدكتور سليمان فقيه الطبي. حلقه كانت مميزه رائعه تحدثنا فيها عن سرطان الثدي وعن صحه المراه بصفه عامه وابرز الاورام او السرطانات اللي بتاتي المراه وكيف نقدر ننقي انفسنا. وايضا تحدثنا عن الفيتامينات وتحدثنا عن المثلث الصحي لاي شخص مو شرط فقط نساء اللي هو النوم والاكل والرياضه. وختمناها ببعض النصائح فيما يتعلق بالطب الوقائي وان الوقايه خير من العلاج. حلقتنا اليوم انتهت. هتكون هذه الحلقه ان شاء الله متوفره في حسابنا على يوتيوب اللي بالمناسبه في حلقات تبلغ أكثر من تقريبا 500 أو أكثر حتى من 1000 حلقة موجودة على يوتيوب. هذا البرنامج من أقدم البرامج الموجودة في الإذاعة وفي عندنا مجموعة حلقات تقدر تشوف الحلقة المناسبة لك من خلال العنوان وتستفيد من المعلومات المطروحة فيه. لأنه كل المعلومات اللي احنا بنقدمها في هذا البرنامج هي من مصادر موثوقة من قبل أطباء متخصصين في مجالات الطب. حلقتنا انتهت. نشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة عند الساعة 1 ظهرا. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.